أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الذي يسأل عن صحة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر شاك في حديثه عليه الصلاة والسلام؟ الذي يسأل عن درجة الحديث هذا بيتأكد، هذا بيتأكد، وهذا واجب أنه يسأل ويعرف صحة الحديث من ضعفه أو يكون موضوعا، هذا من التأكد وليس هو من الشك. إنما الشك لو صح الحديث ثم شك في معناه وشك في العمل به، نعم، وقال ما يصلح هذا لها الوقت، هذا هو الشك المضل والعياذ بالله. أما أنه يبحث عن درجة الحديث ليتأكد، لا بأس بذلك، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.